الحمد لله رب العالمين يا رب. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم فك اسرنا وارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا واجبر كسرنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اوردنا حوضه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله. يقول في الحديث القدسي الجليل: انا عند ظن عبدي بي. وانا معه اذا ذكرني. انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني. ان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ عنده ذكرته في ملأ خير منهم. وان تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، وان تقرب الي ذراعا تقربت منه باعا، وان اتاني يمشي اتيته مسرعا. من الذي قال هذا الكلام؟ الله الله الله. ان ذكرني في نفسي، ان ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. ان ذكرني في ملأ عنده ذكرته في ملأ خير منه. ان تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، ان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، ان اتاني يمشي اتيته هرولة اي مسرعا اي مسرعا اي مسرعا. من العفو؟ من الكريم؟ من الحليم؟ من الجليل؟ من العظيم؟ من الحليم؟ من الاول؟ من الاخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من القوي؟ من العلي؟ من القوي؟ من العلي؟ من الولي؟ من الولي؟ من الحسيب؟ من الرقيب؟ من الشهيد؟ من الحميد؟ من المجيد؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من المعطي؟ من المانع؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المعز؟ من المذل؟ من الغفور؟ من الشكور؟ من الودود؟ من الصبور؟ من الشكور؟ من الصبور؟ من الودود؟ من المجيد؟ من ذو العرش المجيد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟
الشاهد الواحد من الواحد ابن آدم يا ابن آدم هذا زمان الصلح هذا زمان الصلح ما أبعدك عن باب من بالخير قد عودك هذا زمان الصلح ما أبعدك عن باب من بالخير قد عودك ترجو الرضا من غير أبوابه وعن طريق الله ما أبعدك يا الله يا الله يا الله هذا جمال الصلح ما أبعدك ما أبعدك ما أبعدك عن باب من بالخير قد عودك هذا ثمار الصلح ما أبعدك عن باب من بالخير قد عودك ترجو الرضا من غير أبوابه وعن طريق الله ما أبعدك إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله إذا تذكر لك أهل الأرض فقل يا الله إذا سألت فقل يا الله إذا استعنت فقل يا الله إذا توكلت فقل يا الله إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان أشد الناس ثقة في الله وتوكلا على الله ولذا قال لنا جميعا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله اذا نمت على فراش المرض فحسن ظنك بالله اذا دخل عليك ملك الموت فحسن ظنك بالله لا تيأس من رحمة الله ولا تقلق من روح الله سيدي ابا القاسم يا حبيب الله روحي بحبك في الضياء تهيم والشوق مني في هواك عظيم والقلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور القلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور
فيه نعيم. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم. اما بعد، فوحمات الاسلام وحرات العقيدة. ما زلنا مع الحبيب المصطفى، في تحذير وخمسة نواه وامر. حديث جامع نطق به فم الحبيب، اشتغل على تحذير وخمسة نواه وامر. فتعالوا معي ومع الدرس 78 بعد 100 لانتقل بحضراتكم الى المنهر العذب الموروث، الى الحبيب محمد صاحب المقام المحمود. تحذير: اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. وخمسة نواح: ولا تحدثوا ولا تجسسوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تبابروا ولا تحاسدوا، وأما وكونوا عباد الله إخوانا. الظن الذي نهى عنه سيد العالمين هو ان تظن وتتخم الناس بلا دليل اذا لم يكن هناك دليل على الظن اصبح الظن حراما. اما اذا رايت على بعض الناس امارات وعلامات وأدلة ودلائل قاطعات، اذا كان لك صاحب ورأيت على هذا الصاحب من الادلة ما يرشد الى خيانتك وظننت به ظن السوء فلا شيء عليه، اسمع معي الى قول سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول في حديث جامع: احترسوا من الناس بسوء الظن. واسمع اليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول في حديث موجز المبنى لكنه عظيم المعنى والمغزى والمرمى، اسمع اليه وهو يقول: ان من الحزم سوء الظن. من الحزن، من العقل، من الحكمة ان تظن باخل السوء سوءا. اذا امرت صديقا ان يوصل امانة الى صاحبها فوضعها في جيبه، ومرت الايام وتعاقب الملوان الليل والنهار، وسألت: هل اديت الامانة الى صاحبها؟
فقال لك لقد نسيت، والله يعلم انه ما نسي. ولماذا نسي الامانة بالذات ولم ينس طعامه وشرابه؟ اذا قال لك ذلك فاعلم انه نصاب، مهما صلى وصام وحج وزعم انه مسلم ولو كانت لحيته 7 اصفار، فان كل شعرة فيها تنادي عليك وتقول لك لا تصدقه فانه نصاب. سوء الظن بمن قامت الأدلة على أنه خائن، سوء الظن هنا يكون من الحذف كما أخبر بذلك الصادق المصدوق محمد. اذا كان لك صديق مد يده الى مالك في غفلتك وقامت الادلة على ذلك فظن به سوءا، ولو كان بيده مصباح فيها 99 حبة فان كل حبة فيها تصرخ وتولول وتقول لك لا تصدقه فانه نصاب. الامانة، لقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله متى الساعة؟ الرجل يسأل متى الساعة؟ متى الساعة؟ الساعة هنا هي القيامة. متى قيامه؟ متى تقوم الساعة؟ أتدرون ماذا كان جواب السيد الجليل محمد؟ كان جوابه في كليمات موجزات، قال له يا عبد الله إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ألا ترون معي ان الامانة قد ضاعت؟ الا ترون معي ان الناس قد نسوا رب الامانات وخالق الارض والسماوات؟ اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة. يقول سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينام الرجل النومة فتنزع الامانة من قلبه حتى يأتي على الناس زمان اذا رأوا فيه رجلا امينا عجبوا وقالوا ان في بني فلان رجلا امينا، عجبوا وقالوا ان في بني فلان رجلا امينا. يا معشر السادة الاعزاء، اتدرون لماذا امر الحبيب محمد علي بن ابي طالب، لماذا امره ان يتأخر عنه يوم الهجرة؟ اتدرون لماذا؟ وهل كان هناك ما يدعو ان ينام علي مكان الرسول؟ وهل كان نوم علي مكان الرسول هو الذي غير مقادير الله؟
الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، وهو الذي وعد بحفظ حبيبه فقال يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. فلم يكن حول رسول الله حرس جمهوري، ولم يكن حوله حرس ملكي، ولم يكن حوله مخابرات عسكرية، ولم يكن حوله سلاح المشاة، انما كان عن يمينه نور وعن شماله نور ومن امامه نور ومن ورائه نور ومن فوقه نور ومن تحته نور، وكان معه النور الاكبر وهو الله رب العالمين. ما كان في حاجة الى حراسة علي. اذا فلماذا امر الرسول صلوات ربي وسلامه عليه عليا ان ينام مكانه وان يتأخر عن الهجرة؟ ولماذا لم يأخذه معه الى ابي بكر ويتوجهوا جميعا الى المدينة؟ اتدرون لماذا؟ ان السؤال عجيب ولكن الاجابة عنه اشد عجبا. انما امر الحبيب عليه الصلاة والسلام عليا ان يتأخر عنه يوم الهجرة لان الرسول كان عنده امانات لاهل مكة من المشركين، وكان يستطيع ان ياخذها معه الى المدينة وانتقم منهم باخذ اماناتهم، ولكنه ما خان الامانة ابدا، فامر عليا ان يتأخر ليؤدي الامانات الى اهلها. مهما كانوا مشركين ومهما كانوا على غير الاسلام، الامانة هي الامانة والصيانة هي الصيانة والحقوق هي الحقوق. لا تتجدد ولا تقبل المساومة ولا تحتمل انصاف الحلول. كان سيدنا عليه الصلاة والسلام سيد الامناء، قال لعلي لا تأتي معي حتى تؤدي الامانات الى اهلها، وبعد ان تؤدي الامانات الى اهلها فالحق بي يا علي. يا معشر السادة، أتدرون ماذا يقول الواحد القهار لمن خان الأمانة يوم القيامة؟ اسمعوا يا سادة، اسمعوا، فإن المقام خطير. ليس الاسلام خطبا رنانة ولا فلسفات معقدة، الاسلام عقيدة وعمل. اسمعوا يا سادة، اسمعوا واعجبوا. اتدرون ماذا يقول الله لمن خان الامانة يوم القيامة؟ يأتي بمن خان الأمانة ويقول له أد الأمانة إلى صاحبه، فينظر العبد يمينا وشمالا وعن أمامه وعن ورائه
فيقول يا ربي واين الامانة لقد ذهبت الدنيا فانى لي بها من اين اتيه بها. فيقول الجبار جل جلاله يا ملائكتي خذوه وذهبوا به ليرى الامانة التي خانها في الدنيا. الى اين يذهب به؟ الى اين؟ ان هذا اليوم هو يوم المظالم، هو اليوم الذي ترد فيه المظالم. ان الله يغفر ما بينك وبينه من حقوق تتعلق بالذات الاعلى، اما الحقوق التي بينك وبين العباد فلا يغفرها الله الا اذا رضي العباد. ان هذه المحكمة التي ستقف امامها يا ابن ادم محكمة مكتوب على بابها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ان هذه المحكمة ابن ادم محكمة لا تقبل النقض، لان قاضيها هو الله. اذا قلت لرب العالمين يا رب لم تنصرني، لم لم ترسل الي انذارا بحضور الجلسة، قال لك الله لقد جاءك الانذار كل يوم. الم تقرأ في سورة الفاتحة مالك يوم الدين؟ انا المالك وهذا هو يوم الدين، انا المالك. وهناك قراءة تقول ملك يوم الدين، مالك وملك. اما مالك فقد قرأها الكسائي وعاص، وبقية السبعة قرأوا ملك. انا المالك وانا الملك. لماذا جمع الله لذاته مالك وملك؟ لان المالك يملك وقد لا يحكم، والملك يحكم وقد لا يملك. اما الذي يملك ويحكم فهو الله وحده. من الذي اوصلني الانذار يا رب؟ يقول له لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اذا قلت يا رب انظرني حتى احضر الشهود، قال لك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إذا قلت يا رب أنظرني حتى أحضر محاميا يدافع عني، قال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اذا قلت يا رب اقبل مني كفالة مالية او شخصية، قال لك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اذا قلت ساستانف الحكم يا ربي، قال لك ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. وما انا بظلام للعبيد. انها محكمة ينادي الله فيها على الظالم وعلى المظلوم.
ينادي على المظلوم ويقول ايها المظلوم تقدم، وينادي على الظالم فيقول ايها الظالم لا تتكلم. اين الامانة يا من خنت الامانة؟ ادي الامانة الى صاحبها اليوم. يا رب لقد ذهبت الدنيا فاين اتيه بها؟ خذوه يا ملائكتي ليرى الامانة التي خانها. افترون الى اين تذهب به الملائكة؟ تذهب به الى بئر عميق عميق عميق، فيقال له انظر في قعر هذه البئر، فينظر الى قعرها والله يقول لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فيرى الامانة التي خانها في الدنيا في قعر هذه البئر، فتقول له الملائكة انزل واتنا بها، فيهوي بها 70 خريفا حتى يصل الى قعر البئر. 70 سنة 70 سنة وهو نازل، وهو نازل. وهذه البئر ليست كالبئر التي تسمى بئر يوسف في القلعة، انما هذه البئر في سواء الجحيم، اي في وسط جهنم. سبعين سنة وهو يهوي في قعرها، منذ عام مضى مات انسان في احد احياء القاهرة، وذهب به ليسكن، ولما فتح المقبري المقبرة ليدفنه فيها، وجد في داخلها ثعبانا ما رأى مثله قط. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. يا من بدنيا اشتغل وغره طول الأمل، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامد، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. القبور القبور ظاهرها الاحجار والتراب، وفي داخلها الثواب والعذاب. لما رأى الدفان هذا الثعبان داخل القبر، انتقل الى قبر اخر، ولما فتحه وجد نفس الثعبان قابعا في داخله، فذهب الى قبر ثالث فوجد نفس الثعبان في انتظار الميت، فقال الرجل للثعبان
ايها الثعبان عليك عهد الله، اقسمت عليك بالله ان تخرج حتى نسل الميت، ثم افعل بعد ذلك ما تشاء. فزحف الثعبان على بطنه اعظاما ليمين الله، اعظاما ليمين الله، اعظاما للقسم، زحف على بطنه خارجا فادخل الميت، ثم بعدما نام الميت داخل القبر ارادوا ان يشدوا عليه قبل ان يدخل الثعبان، واذا بالثعبان يجري سريعا كانه السهم المريش، كانه الصاعقه، ودخل بجانب الميت واغلق عليهما القبر. هل من دفاع؟ هل من دفاع؟ هل من مخلص؟ اين اولاده؟ اين ماله؟ اين جاهه؟ ورجع المشيعون الى اهل الميت يسألونهم ماذا كان يصنع ميتكم وهو حي؟ فقالوا انه كان يخرج امواله بالربا. الربا، نعم، ألم تسمع قول سيدنا محمد لعن الله الربا وآكله ومؤكله وشاهديه وكاتبه؟ الربا ملعون وآكله ملعون ومؤكله ملعون وشاهده ملعونان وكاتبه ملعون. أمانة، أمانة المال، أمانة المال، انزل في هذه البئر لتأتي بالأمانة، سيهوي بها 70 خريفة. يا معشر الاخوة الاعزاء، من احداث الليالي وعجائب الايام ان رجلا ذهب ليخطب فتاة لابنه، وبعدما خطبها وعقد عقدها على ابنه اعطى والد الفتاة مهرا وقدره 500 جنيه، ولكن لم يكن هناك توفيق بين الفتى والفتاة، وقبل الدخول فسخ العقد، فقال ابو الفتى لوالد الفتاة هات ما اعطيتك من المال، فقال ابوها وهل اعطيتني شيئا؟ قال الم اعطك 500 جنيه؟ قال ما حدث ذلك ابدا، والمحكمة لها 7 ابواب، تذهب وافعل ما تشاء. وحددت لهما جلسة، ووقف والد الفتاة امام والد الفتاة وسأل القاضي، سأل والد الفتاة هل اعطيته 500 جنيه؟ قال نعم. قال احلف بالله. قال والله الذي لا اله غيره اعطيته 500 جنيه.
فتوجع القاضي لوالد الفتاة وقال له: هل أخذت منه 500 جنيه؟ فقال والدها: ما أخذت منه شيئا. قال له: احلف بالله. قال: والله الذي لا إله غيره ما أخذت منه شيئا. قال القاضي لوالد الفتى: هل أعطيته المال نقدا وعدا؟ يعني هل عددته عدا ونقدته نقدا؟ قال والد الفتى: لا، إنما وضعت له 50 ورقة من زوات 10 جنيهات وضعتها له في ظرف وسلمته إياها. فرفض القاضي الدعوى وحكم لوالد الفتاة بأنه قد لم يستلم من والد الفتاة شيئا. وخرج والد الفتاة فرحا مسرورا وذهب إلى أهله يتمطى، فقد كسب القضية من قاضي الأرض، ولكنه لم يعلم ماذا فعل قاضي السماء. لم يدري، لم يدري ماذا فعل قاضي السماء. إن في السماء مملكة مكتوبا على بابها، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لم يدر والد الفتاة ماذا فعلت محكمة السماء. ذهب الى بيته ليعنئ الزوجة بانه كسب القضية، لكنها فاجأته قبل ان يفاجئها، وقالت له: ان فلانة تشكو الما ما شكت مثله قط. فلانة العروسة. فذهب بها الى الطبيب ووقع الطبيب عليها الكشف، ولكنه قال له: ليس لي معها علاج، لانها في حاجة الى ان تحول الى معهد الاورام الخبيثة. وذهب بها الى معهد السرطان، وثبت انها اصيبت بسرطان في الكبد. وما ادراك ما الكبد؟ هو ذلك الدينامو الذي يدير حركة الجسم الفسيولوجية. وانفق عليها المئات الخمسة، انفق عليها 500 جنيه، وبعد ذلك ماتت. انفق عليها وهي خاوية على عروشها، واصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها، ويقول: يا ليتني لم احلف بربي كذبا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. واصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها، ويقول: يا ليتني لم احلف بربي كذبا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ماتت. وضاع المال وبقي الحساب. ماتت العروسة، وبعد موتها حزن عليها فنام مريضا، ثم مات وراءها وخرب البيت. الحرام لا يدوم، الحرام لا يدوم، واذا دام لا ينفع. الظلم لا يدوم،
واذا دام ضمر ضمر. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. ايها السادة الاعزاء، الظن باهل الخير حرام، والظن باهل السوء لا شيء فيه. الظن ان تتخم اخاك بغير دليل هذا حرام. الظن المباح ان تتخمه بعد قيام الدليل، مهما صلى وصام وحج وزعم انه مسلم. اذا قامت الامارات والدلائل على خيانته فقلنا به سوءا، لان الرسول قال ان من الحزم سوء الظن. مهما كانت له لحية ومهما امسك بمسبحة ومهما اقام زاوية واشترى لها 5 قطع من الحصير ومهما صلى بالناس اماما، ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ايها السادة الاعزاء، من هنالك حيث مسجد الحبيب يعود بحضراتكم، ومن هناك حيث محكمة الدنيا، ومن محكمة الدنيا من هناك الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا يا موفق الطائعين، ويا قابل التائبين، وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، بلغ من امانة الحبيب عليه الصلاة والسلام انه بعدما اتم الله له فتح مكة المكرمة، ووقف الحبيب موقف القائد المنتصر، واصدر قانون عفوه الشامل، وقال لاهل مكة: اذهبوا فانتم الطلقاء. وقتها ذهب علي رضي الله عنه ليأتي بمفاتيح الكعبة من عثمان بن طلحة، وكان عثمان يومها ما زال كافرا. معه المفاتيح، وعلي يريد ان يأتي بالمفاتيح من عثمان بن طلحة الى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال علي لعثمان: يا عثمان هات المفاتيح. فقال له عثمان: لا اسلمها لاحد، لانني ورثتها من ابي واجدادي. وكان علي يعتبر من ابطال المصارعة الاوائل، فلوى عنق عثمان واخذ منه المفاتيح عنوة وقسرا وجبرا وقهرا، وسلمها للحبيب محمد. اسمعوا ماذا جرى.
مفاتيحه اخذت من يد الكافر وسلمت لأنصى في يد عرفها الوجود كله. هل في ذلك شيء؟ هل في هذا العمل ملام؟ ماذا حدث؟ لقد حدث ما تقشعر منه الأبدان وتشيب من حوله نواص الولدان. اعلنت السماء حالة الطوارئ بنسبة 100%، واذا بالامين جبريل سفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء يجوب الافاق ويطوي باجنحته سبع السماء وينزل على الحبيب بقوله تعالى: ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. ما هذا؟ انه العجب، انه العجب. ان الله، نعم، الله يأمركم، لان الله، وما دخل ان؟ حرف توكيد، وما الداعي الى لفظ الجلالة ان الله؟ لماذا لم يقل ان ربكم؟ لان لفظ الربوبية فيه الرحمة والتربية والنعم. اما لفظ الجلالة وهو الله فهو مجمع الجمال والجلال، مجمع الجلال والجمال والعظمة والكمال، فيه معابة، فيه تخويف. نعم يا رب يأمركم، لم يقل يوصيكم او ينصحكم او يرجوكم، يأمركم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يأمركم بماذا؟ ان تؤدوا، ان تؤدوا، يأمركم ان تؤدوا. ام حرف مصدر وتؤدوا منصوب به وعلامة رفعه حذف النون والواو قاعد، وام وما دخلت عليه في تاويل مصدر تقديره ان الله يأمركم باداء الامانات الى اهلها. الامانات مفعول به منصوب بالكسرة لانه جمع مؤنث سالم. الى اين؟ الى اهلها. ان تؤدوا الامانات الى اهلها، الامانات. ولم يقل الامانة، انما قال الامانات مهما تعددت. المال امانة، والعلم امانة، والصحة امانة، والصداقة امانة، والصلة امانة، وطاعة الله امانة، والرعاية لحقوق الله امانة. الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين المسلمين ان تحكموا بالعدل. لا، اذا حكمتم بين المؤمنين ان تحكموا بالعدل. لا، اذا حكمتم بينكم ان تحكموا بالعدل. لا، واذا حكمتم بين الناس مهما كان الناس، ولو كانوا كفارا، ولو كانوا على غير ملة الاسلام، العدالة واجبة لانهم ناس، لانهم ناس. وقف علي بن ابي طالب مع رجل يهودي امام محكمة عمر بن الخطاب
فقال عمر: يا ابا الحسن قف بجوار خصمك. وبعدما اصدر الفاروق حكمه نظر الى وجه علي فوجده حزينا، فقال عمر: يا علي ما لي اراك حزينا؟ فقال له علي بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: يا عمر، كنت اود ان تعدل بيني وبين خصمي. قال له: الم اعدل بينكما يا علي؟ قال علي: ما عدلت بيننا يا عمر، لانك ناديتني بكنيتي فقلت لي يا ابا الحسن، وناديت على اليهودي باسمه، وكان الواجب ان تناديني باسمي فتقول لي يا علي كما ناديت على اليهودي باسمه. ما هذا؟ اكانوا بشرا ام كانوا ملائكة؟ لم يكونوا ملائكة، انما كانوا بشرا، ولكن ليسوا ككل البشر. أتدرون ماذا قال اليهودي؟ قال: أيأمرك دينك بهذا يا علي؟ قال: نعم، وبأكثر من هذا. فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. نادى الحبيب على علي وقال له: يا علي، اذهب بالمفاتيح وسلمها الى صاحبها، فان الله انزل في ذلك قرانا يتلى الى يوم القيامه. وتلا الايه على علي، وذهب علي بالمفاتيح سمعا وطاعه لامر مصباح المصابيح سيدنا محمد، وقدم المفاتيح لعثمان بن طلحة. فعجب عثمان وقال: يا علي، آتيتني ثم جئت بعد ذلك تصلح ما جرحت؟ فقال له علي: يا عثمان، لقد انزل الله في حقك قرآنا، ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فقال عثمان: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فقال له الحبيب محمد: يا عثمان بن طلحة، المفاتيح معك ومع ذريتك من بعدك الى يوم القيامة، لا يأخذكم منها ولا يأخذها منكم الا ظالم. وظلت المفاتيح مع آل عثمان بن طلحة وتتظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. معشر السادة الأعزاء، هكذا تكون الأمانة، وهكذا تكون التربية. أما عن تربيتنا نحن فالعجب كل العجب، العجب كل العجب. في الوقت الذي استولى فيه ملاحم جيش على مدينة القدس التي فيها اولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين ومصرى رسول الله نبي المشرقين، في نفس الوقت ماذا عنا لو ذهبت الى ميدان الوقرة وقفت امام سينما وقرة ورأيت رمماء الشرطة يستعملون الاحزمة والامن المركزية يرابط، وسألت: ما هذا؟ هل صدرت الاوامر الى الامن المركزي بالتحرك الى تل ابيب؟ لا.
هل استعدت القوات كلها لتقصف بالمدفعية البعيدة مدن اسرائيل الباغية الطاغية؟ لا. اذا فما الذي حدث في ميدان الاوبرا وامام سينما اوبرا؟ الذي حدث ان الشعب وقف طوابير طولها شهر وعرضها عشر. لماذا؟ يشترون الدجاج المحمص؟ لا. يشترون الدقيق والسمنة؟ لا. اذا فماذا يقفون طوابير امام فيلم اسمه البطنية؟ فيلم البطنية حيث تقوم المربية الكبيرة نادية الجندي برص جوزة الحشيش للعبقري البارع محمود ياسين بطل الابطال محرر القدس فاتح الاندلس بطل الابطال، وبجانبهما وحش الشاشة فريد شوقي وحش الشاشة بجانبهما يأخذ نفسا طويلة سيلة لا تتبط لبوت من شيشته بالحشيش. نعلم اولادنا كيف يشربون وكيف يضربون والمسجد الاقصى اسير. يا صلاح الدين جلس ذاك يوم مع رؤساء هيئة أركان حرب جيشه، فدارت بينهم دعابة، فضحك ونظروا إلى وجه صلاح الدين فوجدوه مكشرا عن أنيابه لم يضحك. فسالوه: ايها القائد، لقد ضحكنا فلماذا لم تضحك؟ اتدرون ماذا قال لهم؟ قال: استحي ان يراني الله مبتسما والمسجد الاقصى في ايدي الصليبيين. استحي من الله ان يراني مبتسما والمسجد الاقصى في ايدي الصليبيين. حتى الابتسامة حرمتها على نفسك يا صلاح الدين. استحي من الله ان يراني مبتسما والمسجد الاقصى في ايد الصليبيين. هذا هو القائد المسلم الذي كان يستعين على اعدائه بقيام الليل ولم يكن له بيت يملكه ويسكنه. وسئل: ايها القائد، لماذا لم تتخذ لك بيتا تسكنه؟ فقال: وماذا يصنع بالبيت من ينتظر الشهادة كل ساعة؟ يكفيني ظهر فرس. اللهم اعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم ارحمنا فانك بنا راح، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، التقينا فيما جرت فيه المقادير انك على كل شيء قدير. اللهم انصر اسلامنا، اللهم انصر اسلامنا، اللهم ارفع رايات القرآن على اجراس الكنائس، اللهم ارفع رايات القرآن على اجراس الكنائس، اللهم انصر ديننا ووحد صفنا واجمع كلمتنا. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها
ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. واقم الصلاة. ايها الاخوة الاعزاء، توجهوا بقلوبكم الى الله تعالى وقولوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنا الى الله تبنا الى الله تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. سمعنا الصلاة على سيدنا النبي. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعة قائمة، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا.